الحضري بيحرك الجماهير هنا في استاد الكليه الحربيه. الحضري بيحاول يشد من اسر الجماهير اللي الحقيقه علاقته بدات تكون افضل بكتير جدا عن سابقها مع جمهور كبير جدا هو جمهور النادي الاهلي طبعا والجمهور المصري. عندما يرتدي اللاعب التيشيرت خطير ممكن الهدف الاول هوبا، ولكن الهدف الاول يضيع من زيدان، الهدف الاول يضيع من زيدان ولا مين ده وائل جمعه والله هنا، واخطر كوره لصالح المنتخب المصري مع اول خمس دقائق لعب منذ بدايه صافره حكم اللقاء ايمانويل امري. بدايه فيها قوه مهم جدا طبعا الهدف في الربع ساعه الاول. خلي بالك النهارده الحسابات ممكن هدف يوديك كاس عالم. شوف حسني عبد ربه عملها ازاي، وشوف شوقي يا ولد لعيب، لان الحقيقه زاويه الرؤيه او زاويه التسديد بتاعت شوقي هنا مش موجوده. وائل جمعه دخل هو جوه الجول وعلى طول تاني الى افضل انجاز عمله منتخب رواندا هو الوصول مره واحده فقط للامم الافريقيه عام 2006. منتخب مصر عنده ست نجوم، هو منتخب ست نجوم. انطلاقه ثانيه زيدان، مفيش اوفسايد زيدان، زيدان ولكن في تسلل، في تسلل للحكم المساعد الاول طبعا السيد بيتر امري دي، حكم المساعد اللي هيكون ماسك فراودة منتخب مصر. فيها شك كبير جدا طبعا الكره ديت، فيها شك. هذا الكلام تنطلق الكره على طول اماميه طويله، يطلع وينظف المنطقه، الكره الطب هنا تعمل مشكله. حضري طلع يا ولد لعيب، طلع في مركز الليبر ممتاز. يضغط المنتخب الرواندي تاني، خلي بالك من الصندوق والكرات العرضيه. منتخب لحد الان متواضع جدا ولكن عنده كره خطيره جدا، وفي الاخير حارس المرمى عصام صالح المنتخب الوطني المصري. أربع خمس ركنيات، ربع ساعة أولى والتعادل السلبي. كرة عرضية تاني ما تعديش، تصل مرة تانية طول محمدي ببطن القدم تاني أمامية. شوف تمركز بتاع منتخب رواندا خطيرة جدا. ادخلي بقى، ادخلي بقى، مش عايزة تدخل خالص، مش عاوزة تدخل خالص هنا، ولكن في تحس إن في عشوائية في الأداء نوعا ما، تحس إن في عشوائية في الأداء شوية. أدي حسن شحاتة بيقول له لم الكرة والعب، يعني جمع الكرة والعب، مفيش مشكلة، ما تستعجلش على الهدف، ما تستعجلش على الهدف، لأن النهارده عدم استعجالك على الهدف هو اللي يخليك تجيب الهدف. واحد يقول لك المعلق بيقول إيه؟ بيقول الفوازير، فعلاً عدم استعجالك على الهدف هو اللي يخليك تجيب الهدف. تاني العب بقى بسرعة يا زيدان هنا، وان تاتش على طول، وجه القدم وتروح أنت لبره وتبتدي تروح في العمق أنت، انطلاقة تانية خطيرة جداً. هذا اللاعب خطير جداً، هذا اللاعب أوليفر كاركيزي خطير، خلي بالك في منتهى الخطورة منتخب رواندا. وركله ركنيه ثانيه على المنتخب المصري. هو ده الكلام اللي انا كنت خايف منه شخصيا، وهو ده الكلام اللي كان خايف منه حسن شحاته لما قال للعيبه من حوالي ثواني قليله ان الحضري لوحده خالص في الخلف. طلع هاني سعيد وطلع فين ابو تريكه وفين شوقي وفين المسانده والمعاونه. انطلاقه ثانيه هاني سعيد ممكن يكون حل مهم جدا. لعيب اللي قادم من الخلف تريكه يا ولد لعيب حلوه هي دي، اظبطها يا محمدي بقى يا راجل، اظبطها بقى شويه، مش ممكن، والعبها لجوه، لعبها يعني طويله جدا جدا يا محمدي. وادي حسني عبد الرب، يا رب ان شاء الله هدف مبكر كده، لان العمليه كل ما بتعدي الامور اماميه من حارس المرمى وحشه جدا. هي دي ممكن، ممكن حسني عبد الرب. ادي الانطلاقه الثانيه مش عاوزه تمشي، مش عاوزه تمشي لحد الان، متعطله شوي. ابو تريك، ابو تريك، ابو تريكه على طول تاني الى المحمد العرضيه، تعدي وتجلي الى زيدان، زيدان سدد بقى زيدان. مش ممكن، فرصه هنا ثانيه لصالح المنتخب المصري، فرصه ثاني. وادي زيدان، وادي حسني عبد الرب، تسرع طبعا، كل ما الوقت بيعدي اللعيبه بتتسرع، عاوزه تسجل في مرمى المنتخب الرواندي. المره دي لعب المحمدي كويس الحقيقه الكوره، ولكن محمد زيدان، محمد زيدان واحد وسط ثلاث لعيبه، وكان جنبه حسني عبد الرب بيكلمه، عملها يعني مش حلوه قوي من محمدي، انما مشيت مشيت وخدمت وراحت لزيدان، ولكن زيدان على طول وضربه المرمى. زيدان على طول، ادي فتح الله على طول اماميه، كرة طويله، محمد زيدان، يلا يا زيدان، انطلاقه من زيدان، مهاجم ومدافع ممكن يعدي زيزو، عدي زيزو، عدي عدي، ولكن عرضيه كمان عشوائيه. اي كلام، في تهور وفي يعني في لا مبالاه في الاداء ممكن، وفي تسرع طبعا نتيجه ان اللعيبه المصريين عاوزين يسجلوا، ولكن زي ما قلت لحضراتكم محتاج هدوء عشان تسجل. مش ممكن هتسجل بهذه العشوائيه، مش ممكن هتسجل بهذا التسرع عشان تحاول تهدي ايقاع اللقاء وعشان تغير نتيجه اللقاء. يعني محتاجين الهدف وليس الا طبعا هو اللي عامل التسرع الكبير جدا في المباراه. ترجع الكره تاني سيد معوض، ضغط اعلامي طبعا وقرارات اعلاميه واحاديث اعلاميه ان منتخب رواندا منتخب قليل الحيله، ولحد الان طبعا بصعب المأمورية. ولد لعيب عملها جميله جدا تريكه، محمد زيدان والعرضيه، زيدان هي بقى المهم، طويله جدا، يضغط على كورته تاني، انما حسني عبد ربه اضغط 3 4 5 ليه متاخرين للخلف، المحمد انطلق والعب العرضيه، نجم انبي المصري، ولكن على طول التمركز الدفاعي. بدات اللياقه تقل وبدا لقاءين كبيرين
وينخفض النسق في لقاء المنتخب الامريكي، ثم فترة راحة مهمة جدا وفترة راحة وتجمع ريح فيه معظم اللعيبة حتى الدولات الاوروبية، يعني اللعيبة الاوروبيين او اللعيبة المحترفين ما بيلعبوش، ثم ياتي هذا الاداء في 32-33 دقيقة، والسبب طبعا ان انت ما سجلتش هدف مبكر في مرمى المنتخب الرواندي. مع كل احترام والتقدير طبعا في هذه الليلة، الاحلام والطموحات والامنيات والجنسيات في هذه الليلة يعني تخليك تلغي يعني كلمات كثيرة جدا، انما الكلمة اللي نتمناها طبعا ونتمنى نعلق عليها الهدف، ترجع الكرة تاني لسيد معوض، لازم يسلم بسرعة وحد يشيلها، يشيلها بسرعة شوي، يشيلها على طول تاني شوي للأمام، ضغط المنتخب الرواندي، أول مرة نشوف عدد وافر من اللعيبة، تجرأوا خطيرة جدا، كاركيز الخطير والمحمدي وخطأ على المنتخب المصري وضربة حرة مباشرة لصالح عصام الحضري. خلي بالك منه ده خطير جدا جدا. هو شوف هما يا جماعة كمان الحقيقة ما ننساش ان ادائهم لحد الان في تقارب الخطريكة وحمص او مساعدة حسني وشوقي بعض الاوقات الحقيقة بيبقى اداء قليل جدا. اذا محمد شوقي هيخرج للاصابة، محمد شوقي هيخرج للاصابة، بتلعب الكرة على طول تاني ركنية، ركنية حارس المرمى لسه الحق، ممكن ممكن ممكن، هيا زيدان يلا يا زيزو زيزو هوبا، ادخلي بقى يا شيخ شباب ادخلي بقى، مش عاوزة تدخل لسه لسه، الحظ ما اذنش. عموما يعني 6 دقائق متبقية، ترجع الكرة للخلف تاني، المنتخب المصري لحد الآن الحظ مش قادر يعرف طريقه، لحد الآن أكثر من انفرادين ثلاثة، ولكن المدافعين الروانديين يضيعوا فرصة هي الأخطر. شوف حارس مرمى على طريق مشي حالك، والله على طريق مشي حالك جان كلاودي نودري، وادي محمد زيدان، وادي على طول انطلاقة من حسني عبد ربه، إنما 15 رجل طلعوا في الكرة الأخيرة، وتصل الكرة على طول هنا إلى لاعب إيريك جاسانا، لاعب رقم 16 ولاعب الجبل يمنى، حارس مرمى طبعا لو عنده خبرة كان سبق طلعت ركنية، لأنه واخد ستارت متأخر شوية، وكان ممكن يكلف منتخب بلده هدف على الأقل في الشوط الأول. مش ممكن الراجل هيكلم نفسه حسن شحاتة، هيكلم نفسه حسن شحاتة وراجلين بوجود أبو تريكة وزيدان ورفاقه، لعيبة اللي تألقوا في الماتشات في كأس العالم للقارات. ترجع على طول أمامية كرة تانية عرقلة من خلف حكم القائمة مشي، الحمد لله في منتهى الخطورة، خلي بالك، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله من هنا للصبح، والكرة جت مع مين؟ جت مع هارونة، الحمد لله يا هارونة ده أكتر واحد بحبه في منتخب رواندا، وهحبه على طول، لأن في توقيت خطير جدا وأنت بتدور إن أنت تسجل هدف يضيع من منتخب رواندا، هي أخطر كرة في اللقاء. ما تقوليش حتى كرات المنتخب المصري كانت بهذه الخطورة، لأن كرات كامل يتعامل مع ال 45 دقيقة بنوع من الهدوء شوية. حكم اللقاء مانويل إمري الحكم النيجيري يطلق صافرة نهاية أحداث الشوط الأول، وأدي حسني عبد ربه طبعا بيتكلم معاه في الكرة بتاعته، الكرة بتاعت الشوط الأول، أداء مصر لحد الآن غير مقنع تماما، أخطر كرات اللقاء لهارونا، محمد زيدان أتت له أو أتت له بعض الفرص كانت ممكن تكون مؤكدة ومحققة، وأيضا لاعبي المنتخب المصري لحد الآن غير قادرين على التسجيل. التاريخ لصالح مصر والأمنيات لصالح الجمهور المصري، ولكن الأداء الرواندي في هذه الليلة ينهي الشوط الأول بتعادل سلبي. بهذه الصورة أحبائي الكرام من هنا من ملعب الكلية الحربية، تقبلوا تحياتي عصام عبدو، على امل اللقاء ان شاء الله مطلع الشوط الثاني يكون اكثر اشراقا ان شاء الله للمنتخب الوطني العربي المصري. اما الان انتقل لزميلي العزيز اسلام البرقاوي والكباتن او الكابتن الكبير كابتن خالد بيومي، فالى هناك. الروانديه لعب رقم 6 هنا في الجبل اليمنى، لعب موتيسا مافيسانجو، مافيسانجو متحركين جدا يا جماعه وعاملين ساتر من 5 لعيبه مصعب الماموريه، لما مصر لما بتنقل الكره على الارض هات له خد صغيره بيبقى فيها متعه، انطلاقه من محمد ان شاء الله دي الهدف، هوب الهدف ياتي ولكن لا ياتي، مش ممكن مش ممكن. هو ده احمد رؤوف اللي انا يعني متنبئ له انه ممكن يعمل حاجه، هو طبعا عنده اصرار كبير ان هو عاوز يعلن عن نفسه. ادي المحمدي والكرات العرضيه يا جماعه اخطر حاجه واجمل حاجه، انما يا سلام لو في البعيده هنا عايز اواجه القدم يروح على طول هنا على يمين حارس المرمى، ولكن زاويه مقفوله جدا ومدافع ضاغط وبقوه، وثمان دقائق لعب وانا منتخب الرواندي مفيش فلسفه خالص، راجل مدافع رقم 4 دوت اللاعب كوامي في شبه من اللاعب يعني لعيبه كبار جدا، انطلاقه ثانيه خطيره قصيه هي ولكن سهله 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 جدا طبعا، وما تدخلش في الحارس نيدوري، ما تدخلش في الحارس نيدوري، لاعب كوامي قلت لحضراتكم في ملامح كده من مانويل ادي بايور نجم نادي الارسنال طبعا والنجم التجولي، بينما الراسيه الاخيره راسيه حسني عبد ربه، الكره دي عشان تعمل مشكله لازم يكون فيها هدف، انطلاقه ثانيه حسني جبل يمنى ثاني المحمدي، انطلاقه محمدي بوجه القدم يا ولد جميله جدا من تريكا، تتلعب اللمسه الواحده الوان تاتش العرضيه، ادخلي بقى ادخلي بقى يا شيخ، يا نهار ابيض مش ممكن
مش ممكن مش ممكن النهاردة حارس المرمى يتعلق في الكرة الأخيرة جان كلاودي نيدوري. الشوط الأول حقيقة يعني خطأ كبير لما ما سابش الكرة تطلع ركنية وده فرصة كبيرة لزدان، وهنا رأسية أيضا تضيع من المنتخب المصري. مش ممكن اللقاء الآن في الأوفتايم الثاني أسرع، اللقاء في الشوط الثاني أسرع، منتخب رواندا يغير الاستراتيجية بتاعت الشوط الأول ويبتدي يكون ليه مطامع ومطمع وأمل وطموح إنه ممكن يسجل في منتخب مصر، وهذا حق مشروع بالنسبة لرواندا. الشوط الأول يعني تجنينا نوعا ما على هذا المنتخب، ولكن في الشوط الثاني الحقيقة لابد نقول إنه وصل على مرمى الحضري، ولابد إنه بعد 22 دقيقة تجرأ وأدى أداء ممتاز الحقيقة، وبدأ يكون ليه صولات وجولات على مرمى الحضري، بينما تصل الكرة في الأخير هنا أماني وأحلام المصريين ما دارت. آدي اللاعب موتيسا خرج محمد زيدان، زي ما قلت لحضراتكم حيكون اختيار حسن شحاته. محمد رؤوف اثنين مهاجمين جدد وابو تريكه وراهم، وبيحاول حسني انطلق حسني سد صو مظبوط بقى كولي، مش ممكن. حارس مرمى في الشوط الثاني ممتاز، عملاق ممتاز جان كلاوديو نيدوري، تسويبه اجمل كوره في الهاف تايم الثاني للمنتخب الوطني المصري، اجمل كوره. شوف هنا حسني وقف عليها وظبطها، ولما خد خطوه ونص كده او حط الركبه، شوف هنا لما صبر عليها دي كورته على فكره معروف فيها، وحسني انما حارس المرمى ممتاز يطلق يعني ركله ركنيه لصالح المنتخب المصري من الجبل اليمنى. دور على الاهداف لحد الان حتى النقاط الثلاثه ما جوش. حسني عبد ربه عرضيه ثم تبحث عن راسيه، مش عاوز تعدي ملعب الكليه الحربيه، نفسي يعني الشبكه تتهز يا جماعه، خلاص في ناس هنا في الملعب هتتجنن، مش ممكن على طول. هيا هيا بس ادخلي، هو البركه، هو تريكه تريكه تريكه، لما تحط تحطه في اول سطور الاسطوره محمد ابو تريكه. اسكت اسكت وادعي، يقول لهم ادعوا قولوا ربنا سبحانه وتعالى ياتي الان بالهدف. مش ممكن مش ممكن يا جماعه، هي السيكولوجيه حتى في التعليق، سيكولوجيه التجمع وقت الشده، راسيه النجم الكبير محمد ابو تريكه، هو رجل الساعه، هو الاسم الكبير الحقيقه اللي ينضم لكل النجوم المصريين الكبار من اول ما صار وقال منذ بدايه الانطلاقه من قبل الثلاثينات، ثم الوصول الى هذا اللقاء لقاء ميسي ورواندا. لما لازم نعترف بقيمه المنتخب الرواندي الحقيقه اللي فاجئنا النهارده في صف الهاف تايم الثاني باداء ممتاز وحسن ختام مشوط اول رائع جدا جدا، بينما في الكره الاخيره لسه بنتكلم، ولكن ياتي على طول محمد ابو تريكه منذ وصوله الى نادي الترسانه والوصول الى النادي الاهلي، وهو رجل الوقت الصعب، ده الكلام اللي قلت لحضراتكم عليه، لانه لعيب كره يا جماعه بيلعب بدماغه. محمد ابو تريكه لعيب يمتعك، محمد ابو تريكه لعيب يخليك تتكحل بالعين بكره قدم، محمد ابو تريكه هو الوحيد اللي عنده الخيال والابداع في الكره الاخيره وسط حوالي 12 لعيب في منطقه ال 18 في مرمى المنتخب الرواندي. اوقات وخلي بالك يا تمنيات، ناس على فكره بتقول لامريكا يعني انتظر ل 2010، احنا جايين لك في 2010، كل ال 90 مليون يا جماعه كله يامل ويتمنى في هذا الجيل الحقيقه، جيل الساجدين وجيل اللعيبه الكبار. النهارده في لعيبه كتيره جدا مش في اليوم بتاعها، النهارده اداء وتكتكس المدرب توتشاك الحقيقه قدر ينجح وقدر لحد الان طبعا يعمل جيم هايل جدا امام المنتخب المصري. كره القدم لا تعترف الا بالعطاء، كره القدم الان تعترف بالكونتر اتاك والانطلاقات، كره القدم محتاجه فكر مدرب يكون ليدر ممتاز وليس مدير فني فقط لا غير. الحين او الان في حوالي 17 دقيقه متبقيه، كره عرضيه فتح الله فينا، فتح الله مش ممكن، محمود فتح الله مش ممكن، على طول تاني ضربه مرمى. محمود فتح الله ما شاركش على فكره في كاس العالم للقارات، كان بيشارك اللاعب احمد سعيد اوكا واللاعب احمد فتحي، النهارده احمد او اللاعب محمود فتح الله كان طبعا نجم. محمدي مطلوب منه يرجع، والمنتخب الرواندي ما زلت اكرر ان منتخب خطير جدا، انت معاك 1-0، معاك 3 نقاط، اوعى تفرط فيهم، اوعى تفرط فيهم، ترجع تاني احمد عيد عبد الملك، شوف التمركز الدفاعي، شوف الاختراق في العمق خطيره، احمد رؤوف ممكن مولد جديد، وحارس المرمى لسه الكره فيها خطوره، وحكم لقاء ورقه الجزاء، هو حبيب قلبي رؤوف، هو حبيب قلبي رؤوف، هو اللي جاي من انبي، وهو اللي جاي بيتابعني، وهو اللي جاي بيقول لي طبعا النجم الكبير يتالق، تالق في السابق ويتالق في الحالي، وحكم اللقاء ايمانويل امري يدي ركله جزاء للنجم الكبير احمد رؤوف. قلت لحضراتكم عندي احساس انه هيعمل حاجه، مش شرط يجيب جول، انما ممكن يكون الكي بلاير او ممكن يكون لعيب مؤثر زي ما تاثر هنا، فعلا ركله جزاء يدي على طول حكم اللقاء السيد ايمانويل امري. منتخب مصر النهارده بشق الانفس بعد حوالي 75 دقيقة، بعد ما وقف الدماء مع 90 مليون متابع ومشاهد ومتيم وعاشق للتيشيرت الأحمر وللدماء المصرية، خلي بالك اللي يشرب من مية النيل لازم يكون بهذا الإحساس والوجدان، خلي بالك بعد 76 دقيقة بأحلام إن أنت كنت ممكن
تلاقي ند سهل وتلاقي منتخب قوي اسمه منتخب رواندا يقدر يعمل اتزان دفاعي خططي ممتاز ويقدر يضيق المساحات ممتاز، ولكن احمد رؤوف كان اكثر امتياز وتسبب في ركل الجزاء لصالح المنتخب الوطني المصري. عليها على طول حسني، اهدى كده يا حسني، ريلاكس خالص، ويلا ان شاء الله كده نسعد ان شاء الله بالهدف الثاني ان شاء الله جوه الشبكه. انطلاقه على طول مصريه 14 دقيقه، وحسني عبد الرب وركله جزاء. معلم هو الاستاذ وهو الناظر وهو البرنس، هيروح للجماهير الكبيره. لعيبه عندها اصرار يا جماعه، لعيبه عندها اصرار، خدها مني بضمان عصام عبده وتعالى تابعني بعد 20-10. هل ممكن نكون يعني ربنا على وجه الحياه؟ انما هذا الجيل جيل محترم جدا يا جماعه، مش ممكن محدش يصدق ان جيل محمد ابو تريكه، جيل اللعيبه الاخلاق العاليه، جيل اللعيبه الكبار، جيل اللعيبه اللي عملوا الجمال الجماعي، وهذا الطاقم الفني الجميل ايضا ان الحقيقه يحرم من اجمل اللقاءات هي لقاءات المونديال. فانتا وكانوا بيحاولوا يامنوا، بدات الابتسامه، ولكن زي ما قلت لحضراتكم يعني تحس ان هي المصريين اكتسبوا ايضا خبرات كبيره جدا لما خرجوا واحترفوا مع انديه اوروبيه. انطلاقه الان مصريه، ممكن يكون ان شاء الله الثالث، هتكون عطيه الثالث، ولكن ضربه مرمى، ولكن ضربه مرمى. اذا احمد رؤوف مكسب في هذه المباراه من وجهه نظر الشخصيه المتواضعه. اذا بعض اللاعبين النهارده في الباد دي بتاعهم ولاعبين اخرين وخصوصا بدلاء قدر يعني يغيروا شكل المنتخب المصري شويه. خلي بالك لعيبه من خلالها حسني عبد الرب، وهدف طبعا بهدوء اعصاب ممتاز من حسني عبد الرب. ايمانويل ايميري حكم اللقاء النيجيري، ادي لاعب رقم 6 موتيسا ما في سانجو، لو ادى انذار للاعب رقم 16 هتبقى مشكله. ادي على طول هنشوف هيدي لمين، شكله كده هيدي، ادي انذار وطرد. شوف هو الراجل حاسس، موتيسا ما في سانجو، موتيسا ما في سانجو، قال له مش عاوزين كروت، قال له عايزين ما في كروت، انما ادى الانذار على طول هنا وطرد، ادى انذار وطرد. طرد اللاعب رقم 16 زي ما قلت لحضراتكم عليه لاعب ايريك جاسانا، وده الكلام اللي من حوالي 7-8 دقائق قلت المدرب توتشك الحقيقه حساب له ان هو بدل تبديلات وما خرجش الراجل دوت، بيخسر مجهوداته في اخر دقيقه، في اخر دقيقه بيخسر مجهودات اللاعب ايريك جاسانا، لان اللياقه الذهنيه في هذا التوقيت بتقل طبعا، بيقل التركيز وبيقل الفكر. هنا على طول تاني جاسانا مش داخل على الكوره خالص، ودخلت واحد خلاص خلص البنزين بلغه الكوره، زم خطط كويس. احمد عيد عبد الملك قوه بدنيه طبعا، يا ولد اللعيب شوف رفع عينه فين، وده احمد رؤوف، شوف يا جماعه ربطوا مع بعض كويس قوي الكوره ديت، التحرك بدون كوره مهمه قوي، التحرك بدون كوره. رؤوف النهارده مكسب في الافتايم الثاني، الكره العرضيه المصريه ممتازه، حسني واقف يا حسني، لسه فيها خطوره تريكه، اظبط في البعيده، فين يا راجل، فين يا راجل، ده شاطها بالرجل الرابعه مش يعني ايه ده، عاوز هنا، عايز اواجه القدم الخارجي. وادي حسن شحاته طبعا بيتكلمه ان ما حدش كلمه وكان موجود حسني. وادي حسن شحاته اول مره يبتسم بعد 92 دقيقه، اول مره يبتسم، ما حدش يعني يحسد اللي شغال في الكوره يا جماعه، حتى لو ماسك البارسا، حتى لو بتدير ريال مدريد، مهنه كره القدم ومهنه التدريب مهنه صعبه جدا على فكره، الثمن بتاعها ثمن اعصاب ثم اعصاب ثم اعصاب. شوف عبد العزيز توفيق هنا الكره قلشت وجلت، احد الظرفات بيقول لك دلوقتي لو عاليه شويه كانت دخل الجول، وداها بعيده خالص حتى الجهاز الاداري وحتى حسن شحاته يعني بيضحك ضحكه فيها نوع من يعني ان الكوره طبعا مش متوقعه خالص. وادي طبعا يعني صديق اعلامي هنا بيلقط كوره وبيلقط طبعا لقطه ممكن تقول عليها هي اللي ممكن تهدي النهارده نسق اللقاء، ممكن هدف ثالث يهدي الامور معايا، هي الثالث اوبا، ولكن في الشبكه من بره، في الشبكه من بره، عاوزه البعيده دي يا ابو حميد، عاوزه البعيده دي يا ابو حميد. ادي ابو كريم، ادي قاهر الطليان، النهارده كنا عاوزين نتكلم عليهم كلهم كويس الحقيقه، حتى الكلمه يعني لان الحقيقه الفوز اتاخر شويه. عندك كره العرضيه يطلع على توتال محمد، دخل لجوه ممتاز، وتريكه لبره، الهجمه المرتده المصريه ماشيه بقى، اوعى تصفر هيصفر، اوعى تصفر هيصفر، انطلاقه تاني تريكه، هو جول تريكه، ثلاثه على واحد عشان خاطري، عشان خاطري، دخلوها سجلوها، دخلوها سجلوها، افرح يا بيومي قول بقى، افرح يا بيومي قول بقى، تعالوا نغير انا وانت والبرقاوي، تعالوا نتكلم على شوط ثالث او شوط ثاني، انسى الاداء، الاداء حتى لو كسبنا النهارده 6-0 الحقيقه، اداء الشوط الاول كان فيه مراره، انما الشوط الثاني كان فيه شطاره، الشوط الثاني كان فيه تريكه نجم وامير الموهوبين، 120 لقب للنجم الكبير ابو تريكه، ولكن في الاخير يبقى حسن شحاته هو رجل الساعه، سبحان مغير الاحوال، منتخب مصر في الافتايم الاول ولا هدف، منتخب مصر في الافتايم الثاني 3 اهداف،
محمد ابو تريكه بركه ثم بركه ثم بركه. حط تحت البركه محمد ابو تريكه، اسم كبير جدا ياتي لمحمد شوقي. هدف جميل جدا، منعطف مهم جدا، تبديلات وركله جزاء، منعطف مهم جدا. 3-0 يعني تغني شويه وتفرح هذه الجماهير الكبيره. تعرفش في جمهور يا جماعه من الناس ديت، ما تعرفش جايب التذكره ازاي، برغم ان انا ذكرت لحضراتكم ثمن التذكره مش هتصدق، انما يعني ده شعب الحقيقه يعشق كره القدم، يحب جدا هذا الجيل، يعشق حسن شحاته وشوقي غريب وحماده صدقي وطبعا يعني احمد سليمان وسمير عبده والاسماء طبعا مع هذا الجهاز. انما ابو تريكه حدوته يا جماعه، ابو تريكه حدوته، وهو السند الخليفه بتاع الكره المصريه، وهو رجل الساعه، وهو الرجل الذي دائما يطلب ويدعو ربه انه ان شاء الله يكون في مونديال 2010 في جنوب افريقيا. ما زالت الاحلام ممكنه، ما زالت الاماني ممكنه، ما زالت السيكولوجيه المصريه في التجمع عند الشده، وهذا طبعا من اراء الفلاسفه الكبار والعظام في قراءه للشخصيه المصريه، انه تحول باصرار كبير في الهاف تايم الثاني وقدر يسجل هدفين. محمد ابو تريكه قصه حدوته كبيره، هو حلواني الكره المصريه، ولقطات معبره جدا، وختام لاداء لحد الان الحقيقه من وجهه نظري لم يقنع اطلاقا، انما يبقى الحال على ما عليه، وتبقى الثلاث نقاط مع ثلاث اهداف. منعطف مهم جدا لقاء المنتخب المصري امام المنتخب الرواندي. يعذرونا طبعا اعزائنا المشاركين احبائنا الكرام سواء في المنطقه العربيه او في مصر تحديدا ان خرج مننا طبعا لفظ في هذه الليله وفي هذا اللقاء. الامور مختلفه جدا عندما يعني يندمج او تندمج المشاعر مع اداء ما كانش مقنع في الشوط الاول. عموما في الاخير الف الف مبروك لكل عشاق الكره المصريه، ممتاز جدا محمد ابو تريكه في الهاف تايم الثاني. الان جاء وقت الانطلاقه ووقت الانتقال الى زميلي العزيز اسلام البرقاوي والكابتن خالد بيومي للوقوف على احداث تبديلات مهمه ومنعطف مهم جدا في الهاف تايم الثاني. اجمل تحياتي والف مبروك حسن شحاته ابو كريم، والى اللقاء.